أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين بكل خير في رحلة جديدة واشتباك جديد، ولكن هذه المرة غربي النهر، رغم أن المشكلة متصلة وكأنها جزء من وحدة هذه الأرض أو ضفتي النهر شرقا وغربا، تحمل عنوانا واحدا اسمه أبناء قطاع غزة. كنا نخال أن الأزمة فقط شرق النهر، لكن الأخبار الواردة من غربه أظنها لا تسر كثيرا. اليوم نستضيف الناشطة وفاء عبد الرحمن من الضفة الغربية، منسقة حركة حق، منسقة حركة في الضفة الغربية، وهي من صبايا وبنات قطاع غزة. أهلا وسهلا وفاء. أهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله. يعني دائما كنا نحكي إنه بنفكر إحنا الأزمة بس شرق النهر، لأنه عندنا ملف أبناء غزة ملف مفتوح، طلع عندكم ملف كمان مفتوح. بنحكي عن ما يقارب 50,000 غزي في الضفة الغربية. بدنا هيك صورة، شو وضعهم، شو حالهم. قبل ذلك بس بدي أذكر المستمعين بهواتف البرنامج للمشاركة والتواصل معنا على هواتف البرنامج 460-1204 460-1216 079-639-570 أو على صفحة راديو البلد على الفيسبوك. مجددا نرحب بكم، ويعني نشكر الزميلة زميرة ديات من الهندسة الإذاعية. وفاء بيك، ما هو واقع الغزيين في الضفة الغربية؟ في الحقيقة نحن لا نمتلك أرقام دقيقة لأعداد الغزيين المتواجدين في الضفة الغربية الذين يعيشون في الضفة الغربية، على اعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة واحدة كما اعتدنا أن نقول، وكما نصت حتى اتفاقات السلام الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. قد يتجاوز عددنا 50,000 مواطن ومواطنة يعيشون في الضفة. بدأنا نحن بتجمع حركة الذي هو اختصار للتجمع الفلسطيني للحق في حرية الحركة واختيار مكان السكن. بدأنا بإجراءات وضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تغيير عناويننا من قطاع غزة للضفة الغربية، لنضمن إمكانية تحركنا داخل الضفة الغربية، لأنه قبل تغيير العناوين للأسف لم تكن لدينا القدرة على التحرك حتى بين المدن أو اجتياز أي حراج داخل الضفة الغربية. انتهينا من هذا الملف تقريبا وحصلنا على العناوين كمواطنين في الضفة الغربية. بس لتوضيح، هذه الأزمة ولدت بعد الانقلاب، بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية. نعم. حين أصر الإسرائيلي على إجراءات مشددة لتغيير العناوين. يعني بعد انتفاضة الأقصى. بعد انتفاضة الأقصى. تجاوزنا مسألة العنوان وأصبحت لدينا حرية في الحركة داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وبقيت لدينا عقبة واحدة في الحركة، وحقنا في الحركة هو الحقيقة عبر المعبر الوحيد المفتوح لأهالي القطاع وللضفة الغربية، وهو معبر الكرامة، يعني جسر الملك حسين. نجحتم في الضغط على الإسرائيلي لتغيير العناوين، وبالتالي أصبح تعريفكم القانوني مواطنين ضفة غربية. صحيح. وأنا إن أردت أن أذهب إلى قطاع غزة يجب أن أتقدم بتصريح للإسرائيلي من أجل أن يسمح لي بالذهاب إلى القطاع. إذن أنا مواطنة ضفية حسب التعريف القانوني، سواء لدى السلطة الفلسطينية أو للاحتلال الإسرائيلي. العقبة اليوم تقع في طريقنا الأردن. في العبور الحقيقة إلى الأردن. العبور ليس فقط للأردن، يعني بالنسبة لنا لما هو محطة انتقال. صحيح. الأردن وإلى العالم. نعم. إذن هي المحطة الوحيدة المتبقية لنا نحن سكان الضفة الغربية من مواليد قطاع غزة، هي العقبة الوحيدة أن نمر من خلال. بمعنى غزة. حتى تكون الصورة واضحة للمستمعين، تعريفكم كأبناء قطاع غزة المقيمين في الضفة هو تعريف خاطئ. نعم.
نحن اليوم بكل التعريفات القانونية نحن من أهل الضفة، نحن ندفع ضرائب في الضفة الغربية، وبالتالي وعناوين السكن ضفة، وعناوين السكن ضفة، وكل ما يترتب على أهالي الضفة من إجراءات ينطبق علينا. طب كيف الأردن بيقدر يعرف أنه وفاء عبد الرحمن من غزة ولا عمر مثلا من الضفة؟ يعني الحقيقة هذا يجب أن يجري ضمن التبادل بين السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية، بمعنى أن الملفات السكانية واضحة والتسجيلات السكان واضحة وتسجيلات الناخبين في البلديات، وهذا أكبر دليل، نحن نصوت أيضا للبلديات، واضحة، يمكن أن يتم تبادلها ويمكن انتقالها. يعني هل يمكن أن تكون السلطة اللي زودت الأردن بالملفات أن هذول 50,000 ترى غزازوي؟ لا أعتقد أن السلطة زودت بأي ملفات. طب كيف يعني كيف الأردن يعني بيعرف؟ يعني كيف الأردن لما تيجي أنت تطلعي من الحدود كيف بقول لك أنت بدك عدم ممانعة أو روحي اطلعي؟ ببساطة مسجل مكان الميلاد في نعم. الهوية الإسرائيلية بين قوسين. هذا أولا، وثانيا أعتقد أن الملفات المخزنة في الكمبيوترات الأردنية تثبت أو تظهر أننا من مواليد قطاع غزة، والحقيقة الأمر لا يتعلق فقط بمواليد قطاع غزة، ممكن أن تكون أنت مولود في الضفة الغربية ولكن أنت مولود لأبوين أحدهما من قطاع غزة، إذا تأخذ البطاقة الجسور الزرقاء. مشكلتنا مع بطاقة الجسور الزرقاء الممنوحة لنا، يجب أن نحصل على عدم ممانعة مسبقة، نسميها نحن عدم ممانعة، ولكن في الطلب الذي نحصل عليه من الممثلية الأردنية اسمه تأشيرة، بمعنى تعامل معاملة الأجنبي. يعني مو تأشيرة للأجنبي، صحيح هذا المكتوب في الـ في الـ في الورقة، ولكن يقال هي عدم ممانعة. يعني أنا بدي بدي بدي, بدي أرضى بتسوياتك الهادئة، يعني بس خليني أنا أسمي الأشياء بأسمائها يعني. وأنا أريد أن أسمي الأشياء بأسمائها، لأنه الحقيقة تأشيرة الأجنبي برأيي هي أسهل من الحصول عدم ممانعة. يعني مؤخرا في الشهرين أو 3 أشهر الأخيرة تقريبا لا تمنح أي عدم ممانعة للفلسطينيين بما فيهم المقيمين في الضفة الغربية. قبل ما نروح على هاي الآن، كيف هي الإجراءات، سلسة صعبة معقدة للحصول على بين قوسين عدم الممانعة أو التأشيرة؟ الحقيقة يعني تصعبت الإجراءات خلال الفترة الماضية بشكل دراماتيكي. قديش الفترة الماضية؟ يعني منذ بداية العام هذا نعم. 2016 أصبح هناك تحول، والحقيقة غير مفهوم، نحاول أن نبرره، بمعنى نحن لا نتقدم للممثلية الأردنية بطلب عدم الممانعة، نضطر لأن نذهب إلى مكتب بريد شركة واصل للبريد السريع، تعاقدت مع الممثلية أو مع المملكة، لست متأكدة من المعلومة، بحيث تستقبل طلبات الغزيين أو من يرغبون في عدم ممانعة. فأنت عمليا تتحدث عن مكتب بريد، لا تواصل بيننا وبين الممثلين. أنتوا الأجانب ولا بس أنتوا؟ هذا مهم. لا، الأجانب استمروا في التوجه للممثلية الأردنية في رام الله، وهذا أيضا يطرح علامة استفهام. نحن فقط من نحتاج عدم ممانعة نضطر للذهاب إلى شركة واصل، نعبئ الطلب في شركة واصل، وننتظر رسالة من الممثلية تقول أن الطلب وصل، ثم رسالة أخرى لتقول أن الطلب قبل، استلموا عدم الممانعة من مكتب واصل أو أنه رفض. في هذه الأثناء يعني لسه الأجنبي بيروح على الممثلية الأردنية ويلتقي بالأردنيين المقيمين نعم. في رام الله، نحن لا نستطيع، مع العلم يعني نسجل نقطة، القنصل الأردني في رام الله الحقيقة فاتح أبوابه، يعني أنت لا تحتاج إلى موعد من أجل أن تدخل وأن تتحدث معه وتسأله، ولكن للأسف لا توجد إجابات. يعني نحن كحركة اجتمعنا مع القنصل الأردني يعني، ولكن لا إجابة. هذا اللي بدي أسأله وفاء، أنتوا اجتمعتوا كحركة؟ الباب نعم. مفتوح لكم كحركة ولا الباب مفتوح لأي مراجع؟ للجميع الحقيقة. الحقيقة الباب مفتوح للجميع، ولكن لا نحصل على إجابات، بمعنى أن هذه سياسات أولا، وثانيا هذه التعليمات. طب زاد الأعباء عليكم المالية؟ طبعا
زادت الأعباء المالية والأعباء المهنية أيضا، نعم. وما ترتب عليها من صعوبات التنقل وما تحملناه نحن مثلا كمهنيين، كأبناء يجب أن يواصلوا تعليمهم، أو حتى كمدراء مؤسسات ومسؤولين نحن بحاجة لأن نتنقل بين فلسطين والخارج. للأسف أغلبنا يواجه مشاكل مهنية عالية جدا بسبب هذا الأمر. في الأعباء المالية الحقيقة حين قلت تم التعاقد مع شركة بريد، حاولنا أن نتفهم لماذا. من جهة قيل لنا هذا جزء من التسهيل على الناس وتحديدا لأهل قطاع غزة الموجودين داخل القطاع، بدل التواصل مع شركة بريد وإرسال الملف للممثلية ودفع لا أدري كم المبلغ لتقديم عدم الممانعة، عمليا تم اعتماد مكتب بريد واحد له وكيل في قطاع غزة، الناس تستطيع أن تقدم عبره. ولكن يبدو أن الممثلية لم تلحظ أن المبلغ تضاعف، بمعنى حين أقدم الطلب أنا مضطرة أن أدفع 10 دنانير خدمة لمكتب البريد. هذول للبريد، احسب معي، نعم. 10 دنانير أولى لمكتب البريد. طبعا للطلب العادي أنت غير مضطر للدفع، ولكن الحقيقة لا أحد فينا يقدم طلب عادي، نحن نقدم طلبات مستعجلة لأن الإجراءات طويلة جدا، وعليه ندفع 15 دينار أخرى من أجل الطلب المستعجل. إذن نحن ندفع 25 دينار بس لتقديم الطلب، لتقديم الطلب، عداك عن الصور وعداك عن مواصلاتك للوصول إلى مكتب البريد، ويأتي الرد بالرفض، وعمليا 25 دينار راح. إن أتاك رد بالموافقة ستدفع مرة أخرى للبريد 50 شيكل اللي هي 10 دنانير للبريد، وستدفع ثمن عدم الممانع الأصلي وهو 10 دنانير. تأشير. يعني نحكي 45 دينار تقريبا، وهو أعلى من رسوم فيزا الأجانب للأردن في حال الحصول على التأشيرة أو عدم الممانعة كما نسميها نحن. والحقيقة أنها لمرة واحدة ولا تعطينا حق ما يعني ما يأخذه الأجنبي في الحصول على الفيزا، يعني مرور الأجنبي قديش بدفع؟ 40 دينار بعد أن استفسرت، وإحنا 45 الغزازبي يعني ليست للخزينة الأردنية من أجل التوضيح، يعني هناك 20 دينار على الأقل أعرف أنها تذهب إلى جيب البريد. هذا غير مفهوم، يعني كان الأصل التخفيف عن أهل قطاع غزة، ولكن أهل القطاع كانوا يدفعون 50 شيكل لبريد يعني لمرة واحدة، يعني 10 دنانير لمرة واحدة، اليوم نحن ندفع مضاعف. هذا للمقيمين داخل قطاع غزة. لنا نحن المقيمين في الضفة الغربية ما الداعي لأن نذهب إلى واصل وغير واصل؟ الممثلية معروفة، تعودنا أن نتعاطى معها وأن نتعامل معها وأن نقدم طلباتنا فيها، لماذا تقفل أمامنا نحن أهل القطاع؟ والأصل عفوا أستاذ عمر، والأصل أن نعامل الحقيقة معاملة أهل الضفة الذين يعيشون في الضفة الغربية. يعني هاي فكرة أصلك ومنبتك وأين ولد أباك، يعني بصراحة لم تعد مقبولة اليوم. يعني بمعنى من المعاني، وخلينا نحكي بالحالة القانونية، تم لك الأردن إمكانية ترحيلك من الأردن حال المخالفة، يعني مع أن مشكلة. صحيح، لأنه إسرائيل ستسمح لنا بالدخول، نحن مواطنون أو مواطنين ضفيين، وعليه إسرائيل تستقبلنا على الجسر. على الجسر، إذا الجسر صحيح. فاتح أنت فاتح، صحيح. يعني لا بدي فتح معبر ولا بدي صحيح. بقدر أروحك وقت بدي. والنقطة الثانية، يعني في حال ربطنا بأهلنا في قطاع غزة الموجودين داخل القطاع، يعني دائما أقول يعني لو فتح معبر رفح في الغد نحن لا نستفيد، لو أنشئ ميناء بالأمس في قطاع غزة نحن لا نستفيد. فعمليا ما نريد أن يتم فهمه في المملكة، هذا هو معبرنا الوحيد، هذا هو طريقنا الوحيد. يعني على رأي الفلاحين، احنا بالفلاحين بقول معيد القريتين، لا هاي زابطة ولا هاي زابطة. طيب صح. أليست مفارقة، وهون يعني سؤال تحليلي، أنه في واحد أنت بتقولي بلش التضييق من بداية العام، وفي 1/1/2016 يصدر وزير العمل الأردني قرارا بإدراج الغزيين ضمن قوائم تصاريح العمل والتضييق على أبناء غزة حتى في الأردن. الحمد لله مش قوائم الإرهاب، يعني شوي أنا بقول الخطوة الثانية. أين السلطة الوطنية الفلسطينية؟ يعني إذا كنتم مواطنين ضفيين بنقول يعني السلطة ناسي غزة، ولكن أنتم الآن مواطنين ضفيين بتنتخبوا بالبلدية، وين السلطة؟
يعني هذا الوجع الكبير. بصراحة هذا الملف هو واحد من الملفات الذي لا تريد أن تطرق السلطة. طبعا أنا أتحمل مسؤولية كلامي، هذا ليس نيابة عن حركة. في تجمع حركة بعثنا رسالة للرئيس ولرئيس الوزراء، لم نستلم رد إلى اليوم. هذا يعني الرسائل ذهبت منذ أكثر من 4 أشهر. هناك محاولات للتواصل مع مسؤولين فلسطينيين، الجميع يقول لا تفتحوا هذا الباب، لا نريد أي إشكالية مع الجانب الأردني، ولا نفهم لماذا سيسبب هذا الملف إشكالية مع الجانب الأردني. ما يعني ما المشكلة؟ نتفهم حين تقول الأردن لا نريد لمعبر الكرامة أن يكون بديلا لمعبر رفح، مفهوم، وللأردن سيادتها وحقها في أن تقرر من يأتي إليها ومن يخرج منها. ولكن يعني خلينا نختلف هون وفاء شوي. اتفضل. معبر الكرامة هو نقطة حدود أردنية مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي تضم غزة. بفهم إنه واحد ماخذ فيزا من السفارة الإسرائيلية بدي يفوت على المعبر، بقول له لا. ممكن أعدلك؟ هي نقطة حدود وليست حدود معترف بها بين المملكة الأردنية وإسرائيل. لا، إحنا المعبر الشمالي. الحقيقة نقطة الحدود تتحكم في دخولنا وخروجنا هي إسرائيل، والمتحكمة في الحدود هي إسرائيل. إذن أنا لن أعتبرها سلطة. هذا إحنا بنحكي عن التعريف القانوني الأردني. طيب. نقطة الحدود الأردنية الإسرائيلية المعبر الشمالي. نقطة الحدود الأردنية الفلسطينية هي معبر الكرامة. نعم. لذلك يعني أنا للآن مش فاهم وين الحساسية عند الأردن. ما قالوا لي دبلوماسي أردني أن هذه نقطة حدود لعبور أهل الضفة. كيف يعني احنا نميز الفلسطيني؟ يعني حتى الفلسطيني هذا سؤال يسأل لصانع القرار الأردني الحقيقة. لا، سؤال لصانع القرار الفلسطيني أيضا. هذول رعاياك، هذول مواطنينك، بتفاوض عنهم ولا أسقطت السلطة غزة من حساباتها إن كانوا في الضفة ولا برا الضفة؟ يعني دعني أقول لك ما هي الانطباعات التي يتحدث فيها أهل القطاع. نعم. أن السلطة قد تخلت عنهم تماما. يعني هناك تضييق عال على أهالي القطاع. اليوم موضوع القطاع لا يذكر، بالكاد يذكر، وعليه هناك شعور كبير وطاغن بأن السلطة أيضا تشارك في الحصار على قطاع غزة. الحصار على قطاع غزة أو حتى معاقبة أهل القطاع هي ليست معاقبة للحماس الحقيقة، هي معاقبة لكل من له علاقة في القطاع. ولهذا نشعر نحن في الضفة الغربية، وكما قلت وأصر، نحن ندفع ضرائبنا ونحن ننتخب في البلديات ونؤدي كل الواجبات المطلوبة منا تماما كأهلنا وزملائنا وأصدقائنا من الضفة الغربية، ومع ذلك نشعر أن هناك، دعني أقول، تمييز أو حتى أسوأ من التمييز، هناك تجاهل كامل لهذا الملف. للحقيقة معنا في التجمع وزير سابق من أصل غزاوي، وهو قال في الحكومة التي خدم فيها حاول وضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع هذا الأمر. نحن حاولنا بشكل فردي وبشكل جماعي التواصل مع الكثير من المسؤولين، هم يقولون الملف ليس في يدنا، نحن لا نتحكم في الحدود، نحن في النهاية هذا الملف لدى المملكة الأردنية وهي تقرر. واحدة من الإجابات التي سمعتها، دعني أقول، كان الحديث يجري عن أن هناك 15,000 غزاوي مخالف في الأردن. نعم. أنا قلت للمسؤول الفلسطيني الذي أعطاني هذا الرقم، لست متأكدة من الأرقام، أنا أنقل على لسان أحدهم، بس ما حد قال لي قديش في فلسطيني من الضفة مخالف الأردن. لا، ما حكوا هذا الحكي. فيعني قلت مقارنة بمليون ونص سوري ونص مليون عراقي، ولا أدري كم ألف ولا مئة ألف ليبي ومصري وكذا. يعني هل حقا 15,000 غزي يشكلون عبئا؟ هل شكلوا قضايا إجرامية؟ بمعنى هل لديهم ملفات إجرامية أن المملكة غير متحملة؟ ومرة أخرى نعود ونعول على المملكة. الحقيقة العلاقة مع الشعب الفلسطيني مختلفة عن ليبيا وسوريا، مع احترامنا لكل العرب، ولكن العلاقة مع الفلسطينيين، ولكن حتى بالثقل القانوني والسياسي والجرمي ما فيش ثقل. لا، يعني ما سمعنا بالأردن. صحيح، هذا ما فهمته، لا يوجد ثقل. القضية الثانية متعلقة أن أغلب من يطلبون عدم ممانعة في الأغلب هي للمرور عبر المملكة
مطار الملكة علياء والتوجه إلى جامعات ومؤسسات ومؤتمرات إلى آخره، لدرجة أن الكثير من الغزيين يطرحون اعملوا نظام الترحيل. نعم. بمعنى هي فقط مرور، خذونا من الجسر إلى المطار، لا مانع لدينا. يعني يصير في تنسيق أنه قبل طيارتي يعني مرقوني وأنا بمرق من المطار. صحيح، لا أحد يريد أن يشكل أي عبء من أي نوع على المملكة. نحترم كما قلت سيادتها ووضعها الحساس جدا، نستوعب الوضع الأمني، نحترم كل ما يمكن أن تقول المملكة في هذا الاتجاه، نحن نقدر تماما ونحترم تماما، ولكن بالمقابل نتوقع منها أن تكون يعني بين قوسين أحن علينا من باقي العرب. طب يعني ما هو كمان أنا بدي أسأل سؤال، يعني أنا كأردن بدي أكون أحن عليك من سلطتك؟ يعني حين ترفع سلطتي يدها من الملف وتقول ليس بيدنا، مضطرة أن أبحث على جهة أخرى. يعني هي السلطة تقول هذا الملف أردن، تقول هذا الملف أردن. خاطبت الأردن ولا ما بتعرفه؟ لا نعرف الحقيقة، ما عندكم أي معلومات؟ لا توجد لدينا أي معلومات، لأنه لا تواصل الحقيقة مع السلطة. كما قلت نحن بعثنا بالرسائل بانتظار التوجيهات وطلبنا لقاءات على أمل أنه يكون في رد وتوضيحات. يعني هناك أسئلة مثلا وجهت للخارجية الفلسطينية، ليس عبرنا كتجمع نعم، ولكن عبر بعض الأعضاء والعضوات الموجودين معنا، ولا إجابة. يعني ودائما هناك ادعاء أن لدينا ملفات كبيرة ولدينا ضغط كبير وقضايا كبيرة، وأنتم يعني مفترض أنه مش جزء من الملفات الثقيلة. أو يعني أنا بدي أقول أنه الآن نحن يعني أمام فارق، أن الملف قد يكون الكرة في ملعب الأردن. هذا ما سنناقشه مع ضيفتنا بعد فاصل قصير وموجز للأخبار. راديو البلد 92.4 FM. أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، مرة أخرى نعود إليكم في حوار متصل مع واقع أبناء قطاع غزة غربي النهر، الذي بعدما عرضته الزميلة وفاء لا أعتقد أنه يختلف كثيرا عن شرقي النهر، وكأن الحالة تقول لعنة غزة تطارد أبنائها. هل بتنا كما قال الأستاذ طاهر العدوان ذات مقال، نعامل أبناء قطاع غزة كمعاملة مهربي المخدرات في المطارات الأردنية والعربية وقاعات الترانزيت؟ هل قدر الغزيين أن يبقوا مطاردين مصابين بلعنة؟ قالها ذات مرة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ليتني أصحو يوما فأجد غزة قد التهمها البحر. هل ستقوم السلطة الفلسطينية والأنظمة العربية بدفن غزة في البحر؟ يعني يبدو أننا أمام أزمة. حتى زميلتنا في الهندسة الإذاعية سميرة ديات ما بتحط لنا أغاني، يعني اضطر الحوار شوي. أنا بتنفس حرية. إيه
أرحب مجددا بضيفتي في الاستوديو الزميلة وفاء عبد الرحمن، وأذكركم بهواتف البرنامج 0796-570-460-12-16 و 460-12-04. يعني اوعى تسافر يا وفاء. طيب وفاء، خلينا نقول انت الان في الاردن، ما هي لو قلنا اليوم ان وفاء ترتب لها موعد مثلا مع وزير الداخلية الاردني، ما هي الملفات التي بحوزة وفاء لوضعها على طاولة وزارة الداخلية الاردنية اللي هي الجهة المعنية بالتحاور معها في هذا الملف هي ووزارة الخارجية، ولكن هي إجراءات داخلية، ماذا لديك الآن لتقولي للأردن؟ يعني أولا أتمنى أن ألتقي بوزير الداخلية، من جهة نهنئه بالمنصب الجديد، ومن جهة أخرى الحقيقة لدي ملفان. الملف الأول متعلق بأهالي قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية، ويحملون عنوان الضفة الغربية أن تتم معاملتهم تماما كما يعامل الضفي المولود لأهل ضفيين. نعم. وأكره هذه التسمية، نحن في النهاية فلسطينيين ولكن مضطرون بسبب هذا الوضع. فهذا الملف الأول، نحن المقيمون في الضفة الغربية أن نعامل تماما كباقي أهلنا في الضفة. يعني كنت بتمنى أن نقول إحنا فلسطينيين أن نعامل كفلسطينيين، يعني كنا زي بعضنا. يعني أريد أن أقول هذا ولكن نحن ندرك. نعم. الصعوبات، لأنه من جهة ثانية يقولون لنا المنفذ لأهالي قطاع غزة هو معبر رفح، وعليه أريد أن أتعامل مع الواقع وليس مع، يعني ممكن نقول أن المنفذ لأهالي الكرك عن العقبة والمنفذ لأهالي الطفيلة أو إربد عن مطار الملك علياء، مع هذا دولة واحدة، كيف يمكن أن نقول يعني؟ هذه مشكلة سلطتنا وهذه مشكلة. نعم. خارجيتنا. يعني أنا لا أفهم، نخرج على المعبر بنفس الجواز أنا وصديقتي وأحيانا موظفات يعملنا معي، نخرج بنفس الجواز، هو الجواز الفلسطيني، تمر هي بكل سهولة وببساطة ويخرج بدون عدم ممانعة ولا أي شيء، وأنا يجب أن يتحول لشباك رقم 10 يعرفه الغزيون جميعا. طبعا. على الجسر أتمنى أن نقول وأن نصل لمرحلة أن نقول فليعامل الجواز الفلسطيني كجواز فلسطيني ونقطة. حين أقدم تأشيرة لدخول أوروبا أو لأمريكا لا يسألوني أين ولدتي ولا هذا أول طلب لنا نحن المقيمين في الضفة الغربية أن نعامل أسوة بأهلنا. نعم. وإخوتنا. الطلب الآخر الحقيقة متعلق بأهلنا المحاصرين في قطاع غزة، ندرك أن المعبر الأساسي لهم هو المعبر المصري. نعم. معبر رفح، ولكن أنتم ترون ماذا يحدث، يعني منذ بداية هذا العام لم يفتح المعبر إلا بضعة أيام، هناك أكثر من 40,000 مسجل للخروج من المعبر، من معبر رفح. نتمنى على المملكة وعلى وزير الداخلية أن ينظر بعين الاعتبار للطلبة ولأولئك الذين. نعم. على وشك أن تنتهي فيز عملهم وإقاماتهم وإلى آخره. لا نريد لمعبر الكرامة أن يتحول بديلا لمعبر رفح، ولكن هناك حالات إنسانية الحقيقة يجب النظر فيها وعدم تأخيرها، وأرجوكم لا تعاقبونا بحسن العلاقات وسوء العلاقات مع السلطة. لا تقتلوني مرتين. لا تقتلونها مرتين. خلينا نأخذ المداخلات. أستاذ داود كتاب، مساء الخير. مرحبا سيد عمر، أنا بصراحة قبل أسبوعين كان لي الفرصة أسوي مقابلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني. نعم. رامي حمد الله، وسألت سؤال بناء على المعلومات اللي سمعتها من وفا ومن زملاء تانيين، وبصراحة صدمت بالجواب إنه نحن بنراجع هذا الموضوع مع جهة الأردنية من خلال وزارة الشؤون المدنية. وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية وزارة تعني بالأساس بالتنسيق مع إسرائيل. نعم. يعني مثلا ما قال إنه نحن بنرفع هذه القضية من خلال وزارة الخارجية. نعم. يعني بفهم إنه أنا مسؤول رئيس وزراء فلسطيني عندي مشكلة برعاياي مع دولة عربية زي نعم. أنا بتابعها من خلال وزير الخارجية. مم. فكون انه تصريح رئيس الوزراء انه هذا الموضوع يتم متابعته من خلال وزارة الشؤون المدنية، هنا في علامة السؤال، معناها لا يعرف.
يعني استطاعتك وفاء لا يعرف داود. ولا أستاذ داود المقصود أن يبقى هذا الملف يعني ملف إسرائيلي الكلام هذا منشور يعني نعم هلا الشغلة الثانية كنت أفهم قبل أوسلو لما كان في السكان الضفة الغربية عندهم جوازات أردنية مؤقتة سكان غزة كان عندهم وثيقة سفر مصرية صح. أفهم إنه في فرق لكن بعد اتفاق أوسلو صار كل الفلسطينيين عندهم جواز سفر فلسطيني فشو التفرقة بين غزاوي وضفاوي والضفاوي من أصل غزي وضفاوي مش من أصل غزي هذا تمييز يعني ما مش مقبول يعني أنا للإنصاف أستاذ داود من أول يوم سألت سؤال في الأردن إنه ليش الغزاوي بأخذ عدم الممانعة من دائرة الشؤون الفلسطينية وليش ابن الضفة بأخذها من دائرة المتابعة والتفتيش يعني منذ اليوم الأول وكأنه مقصود التمييز بين الضفة والقطاع من صار في اتفاق أوسلو لا كمان اتفاق أوسلو طبعا في بند ما حدا ما تم تطبيقه إنه حرية التنقل بين غزة والضفة نعم. كان في مرة آمن أهل غزة يروحوا على الضفة أهل الضفة يروحوا على غزة فيش أي مشكلة نعم. طب كيف أنت بدك تصير تميز بين الناس يعني بعدين أسأل سؤال لوفاء من رفح لمطار القاهرة كم من ساعة 7 ساعات تقريبا 7 ساعات بدون اعتبار للتوقيف على المعبر ممكن ياخذ 8 ساعات يعني مطار الملك علي كثير اقرب نعم. لجنوب غزه اللي هو رفح نعم. من مطار من القاهره صحيح. يعني بس اذا بنحكي عن مسافه نعم. يعني من غزه لأريحة يمكن ساعه ونص ساعتين وللمطار الملك علي كمان ساعه هي ساعتين يعني تحكي عن ثلث الوقت ليش أهل غزة يروحوا يوصلوا للجنوب للقاهرة عشان يسافر على بلد ثاني؟ إحنا متفقين إنه كل هذا الحديث في دائرة أن هذه سلطة وطنية فلسطينية واحدة ليست سلطة على غزة وسلطة على الضفة. في جواز سفر فلسطيني. نعم. في حكومة واحدة اليوم كان زمان حكومتين اليوم بطل في حكومتين. نعم. اليوم في حكومة واحدة ورئيس وزراء دكتور رامي حمد الله ما حد بطل اليوم يعني إحنا ممكن في خلاف على وجود حكومة ظل في غزة وحماس لهم شوية أمن بس عمليا اليوم جواز سفر فلسطيني هذا شأن داخلي فلسطيني خلينا نقول كل الفلسطينيين اليوم عندهم نفس الجواز نعم فأنت عندك جواز سفر واحد وعندك حكومة واحدة اللي بتمثلك مش فاهم ليش هذا التمييز تمييز يعني وهذا التمييز مختلط تمييز داود يعني واضح انه الضفة السلطة الوطنية تميز والأردن تميز يعني اثنين بيميزوا بعدين في شغلة ثالثة يجينا نحكي في الأردن عن أمي أردنية وجنسيتها حق لي صح؟ نعم قال لك الأردني الذكر بتجوز وحدة من أي بلد بجنسها وزوجته بصير أردنيين صح؟ نعم طب يا عمي أهل الضفة اللي بتجوز وحدة غزية اللي الكل بيعترف إنه صار من سكان رام الله ولا من نابلس ولا بيت لحم ولا آخره طب ما أنت نفس التطبيق اللي بتطبقه في الأردن أنت بتعترف في أي شخص أي ذكر بتجوز من أنثى من منطقة تانية بتبع على هذا الشخص طب طبق نفس قانونك يعني نفس قانون اللي انت بترفض او بتمنح الجنسية الاردنية لاي انثى اجنبية عربية تجوزت اردني نعم. اعترف في اهل الضفة الذكور يعني اعترف في الاناث الغزاويات اللي بتجوزوا اهل الضفة او من رام الله يعني هو بالبداية بدنا يعني نشكر راديو البلد اللي فتح هذا المجال داود وبنا يعني بلكن راديو البلد يعني ان يقود حملة لهذا المعنى بالمعنى الداخلي يعني والخارجي احنا مستعدين انا كان في اتصال الي مع زملاء من اذاعه راية اف ام في رام الله وممكن نحن نسوي بث مشترك مع بعض في هذه المشكله نعم. لانها مشكله حقيقيه انسانيه ويجب ان لا نسكت عنها والانصاف هو للانصاف ان الاستاذ داود كتاب هو اول من اشار الى هذه الازمه حقيقه واول من طلب بتفعيلها شكرا استاذ داود الاستاذ ابو اشرف مساء الخير يعطيك العافيه الله يعافيك يا سيدي انا يعني التعامل مع الملف الفلسطيني بشكل عام او المواطن الفلسطيني في كل الدول العربيه انا برايي هذا يعني بيجي مستورد من برا يعني نعم يعني انتم وصف خارجي يعني 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 بالثمانينات والسبعينات لما كانوا الفلسطينيين موجودين بالخليج وبتمتعوا بحقوق وبتمتعوا كذا يعني امريكا تدخلت بشكل مباشر قالت لهم وقفوا طولوا بالكم قوانين إقامة كذا بلشوا يضيقوا على الناس بلشوا فأنا يعني أنا بحكي لك قصة أنا صارت مع قريب إلي ابن عمتي يعني هو نعم. هو من فلسطيني في سوريا وهو ممتلئ أصلا يعني ماديا الزلمة
وهذا. لما أجا هون زوجته أردنية، هو من فلسطينية سوريا يعني نعم. من الوثائق السورية. لما أجا هون دخلوا زوجته كونها أردنية، هو عنده بنتين وبنت واحدة، رفضوا يدخلوا البنت الثانية وهو رفضوا يدخلوه. طب هذا عدل قسم الأسرة بالنص يعني. فتخيل أنت حجم الظلم يعني. فاضطر هو طلع على مصر برضه حط في مضايقات نعم. وهذا الزلمة طلع في البحر على ألمانيا، وبعدين عمل يعني جمع شمل العيلة مباشرة ما في ألمانيا جمع الشمل، لا في مصر ولا في الأردن. هو الرجل ممتلئ يعني، هو الزلمة أصلا مش يعني. أنت فلسطيني في سوريا لبنان ما بتعتبرهم لاجئين يعني نعم. فلسطيني تعتبر السوري لاجئ، وما تعتبر الفلسطيني اللي من سوريا لاجئ يعني. فأنت تخيل يعني حجم الظلم يعني. يعني الفلسطيني، شوف أنا بحكي لك، أنا يعني أنا عشت في أكثر من مخيم، وأنا يعني كذا ابني المخيم سواء بعزم المفتي ولا الوحدات ولا اليرموك ولا 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 مخيم الرمل في اللاذقية، ما ببدل المخيم لو تقول له كندا، ما ببدله نعم. ما ببدله إلا فلسطين. الفلسطيني عنده يعني الفلسطينيين من العراق ال 400 اللي كانوا برويشت نعم. صدقني وزعوهم على كل دول العالم، على اكثر من 20 دولة. الفلسطيني لا يقبل الا بفلسطين. والله لو خلوهم برويشت 20 سنة ما ببدلوا رويشت بالبرازيل ولا بتشيلي ولا باي دولة. شكرا ابو شكرا, شكرا. تسلم. شكرا لمداخلتك. على العكس، شكرا لك. يعني اللي بيحكي داود قبل قليل، يعني لماذا لا توحد الجنسية الفلسطينية تحت مظلة واحد؟ يعني ليش لساتنا بنميز؟ وكأن يعني أنا صار عندي إحساس أنه من 94 وإحنا مخططين لانفصال غزة عن الضفة. شكلنا هيك. والدليل على هيك يعني السؤال الثاني، إحنا بنقول، وهذا سؤال من الناس كمان، أنه نذهب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة وإحنا لازلنا غير قادرين على فرض احترام جواز فلسطيني موحد لكل حملة هذا الجواز. يعني ما هذه أيضا مأساة. ولكن أريد أن أعقب على قضية أخرى حطرحها داود بعد شكره طبعا لاستضافتنا في الراديو فتح الموضوع، موضوع الشؤون المدنية وما تحدث به رئيس الوزراء. أنا برأيي، أنا رئيس الوزراء، لأن هذا الملف غير موضوع على الطاولة، هو لا يعرف، هو أجاب مباشرة بدون تدقيق وبدون تفكير من الجهة التي يجب أن الشؤون المدنية مع إسرائيل مش مع الأردن. تماما. إذا ما كنت أعرفه على عهد سلام فياض، وللأسف نحن تأخرنا في التواصل في مرحلة التي كان سلام فياض رئيس وزراء فيها، أن هناك لجنة تنسيق أردنية فلسطينية من الجانب الفلسطيني يرأسها رئيس الوزراء. هذه اللجنة غير مفعلة منذ سنوات، والحقيقة كانت هي اللجنة التي تستطيع أن تحمل هذا الملف بالإضافة طبعا لوزارة الخارجية لطرحه. وصلنا أيضا معلومات، ومرة أخرى أقول لست متأكدة، أن الرئيس في واحدة من الحوارات مع شخصيات حين سئل عن هذا الملف قال المتابعة لدى ماجد فرج مدير المخابرات. ولكن مرة أخرى للأسف يعني من جهة يؤسفنا أنه يكون المتابعة وكأنه هذا أمني. الملف ملف أمني صحيح. ومرة ثانية أو الشأن الآخر أنه لم نسمع عن أي تحركات قام فيها ماجد فرج في حال فعلا تم تكليفه بهذا الملف أن يرد علينا. وقضية أخيرة في هذا الأمر، حين نتواصل مع المسؤولين الفلسطينيين حقيقة يردون ويقولون الأردن ما بترد علينا، بمعنى هم يتابعون مع الأردن من أجل حل مشاكل فردية. بمعنى أنا لي معرفة مع مسؤول فلسطيني وأريد أن أسافر، أتصل معه من أجل التنسيق لي على الجسر. المسؤولين الأردنيين يبدو أنهم لم يعودوا يتجاوبوا مع الجانب الفلسطيني في هذه التنسيقات الفردية. يعني هل العلاقة الأردنية الفلسطينية اللي بنلمح يعني ملامح برود فيها انعكست على هذا الملف؟ أنا مش شايف، لأنك أنت بتقولي لهذا الملف ليس ملفا مطروحا للسلطة الفلسطينية أولا يعني لا تتبناه. هذه المشكلة. ولهذا في تجمع حركة بالأمس كان لدينا اجتماع، وهناك قرار الحقيقة بحملات إعلامية تستهدف السلطة بشكل أساسي، وطلب مقابلات رسمية مع كل المسؤولين الفلسطينيين من أجل تحريك هذا الملف. يعني داخل حركة وفي أهلنا، في يعني من يحملون عبء هذا الملف،
نرى الحقيقة أن المشكلة الأساسية في السلطة، والضغط يجب أن يتم على السلطة حتى ويجب حتى تتحرك لدى الأردن. أنا كنت محظوظة بوجودي في الأردن في هذه الفترة لقائي مع الأستاذ داود، ولاحقا التقيت بك، وواضح أنه يعني دخلنا باستراتيجية لم نكن نفكر فيها. لما لا نتحدث أيضا في الأردن عن هذا الملف؟ يبدو أن المعلومات بتفاصيلها غير موجودة لدى الإعلام ولدى الكثيرين. يعني أنا منسق حملة أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة، ولدينا موعد قريب مع وزير الداخلية، أعتقد ستكوني هون، إحنا ستكوني أنت، يعني هذا بنوعدك وبنوعد المجتمعين أنك ستكوني ضمن الوفد يعني لملف، ويعني وعرض هذا الأمر بشكل واضح. ولكن يعني ممكن انه تكون الطرح يعني قد يكون صح ضد للضغط على السلطة، ولكن ايضا بعتقد هون في الاردن يجب ان نتحرك جميعا لتحقيق العدالة امام الجواز الفلسطيني. يعني لا يجوز ان ينتقص من الجواز الفلسطيني اذا الرغبة، يعني انا بأسفني اني اقول لك انتصرتوا بالمعركة مع اسرائيل وفشلتم بالسلطة والاردن، يعني اسرائيل غيرت العناوين. صحيح. يعني على رأي محمود درويش كمان مرة يعني سلمنا الغزاة إلى أهالينا، هذا مؤسف جدا إنه إسرائيل غيرت العناوين، بالتالي صرت ضفة والسلطة والأردن ما غيروش العناوين. يعني هذا موضوع مرة أخرى نضعه أمام السلطة، ولكن دعنا نقول هذا، لا نريد أن ننتظر إلى أن تتحرك السلطة وأن تقرر أن هذا ملف مهم. لهذا قررنا أن ندخل باستراتيجية أخرى، وهي التوجه إلى المملكة بشكل مباشر. بالعادة يجب أن نتوجه عبر ممثلين، بمعنى وزارة الخارجية، بمعنى مجلسنا التشريعي المعطل ومؤسسة الرئاسة، ولكن طالما أن التجاوب محدود إن لم يكن منعدم على المستوى الداخلي، قلنا نذهب للأردن مباشرة، وتحديدا للعلاقة التاريخية التي تربطنا مع الأردن. طب ماذا لو طلب الأردن منكم على القليل ورقة رسمية؟ خليها الخارجية تحكي لنا، خليها السلطة تحكي لنا. يعني أعتقد أن الأردن يدرك الوضع الذي نعيشه ويدرك الصعوبات التي نتحملها، يعني أعتقد لن يطلبوا منا هذه الورقة رأفة بنا. طب أنا بدي أحكي قصة وبجوز هي ب 2004 بس صار لها 10 سنين بتنحكى. أنا كنت مستشار بوزارة الداخلية للإنصاف، فأجا وفد وزارة الداخلية برئاسة السيد حكم بلعوي. صح. أذكر أنه داعب سمير الحباشني، كان أنا ذاك وزير الداخلية الأردني، فداعب حكم بلعاوي قال له أنت عندك بالوفد واحد أردني اللي هو الأستاذ سعد المجالي كان في ذاك الوقت، وإحنا عندنا بوزارة الداخلية الأردنية واحد غزاوي هي عمر كلها بقعد. فيعني حملني أبو الفايد سمير الحباشني رسالة للوفد الفلسطيني أنه روح قل لهم حكى جلالة الملك معي وقال لي شو بده الوفد الفلسطيني يلبي له اياه، فخليهم يصعدوا بالطلبات لانه الملك قال لي مشي اللي بدك اياه. لأتفاجأ على صيغه بس السلوك الشخصي ان ما طلب قضايا شخصيه. هذا يعني بدرويها على الهواء مباشره شهاده حق للتاريخ. الان هل يعني لدى حركه الادوات اللازمه، التجهيزات اللوجستيه اللازمه لاحداث يعني فرق في المعادله داخل الضفه حتى احنا نتحرك معكم؟ نعم نعم. يعني الجميل في هذه الحركه انها تضم قطاع واسع من مدراء مؤسسات اهليه، موظفين برتب عاليه في القطاع الخاص، موظفين ايضا بمراتب محترمه في القطاع العام، أيضا إعلاميين وإعلاميات مشهود لهم. بالتالي نحن نجمع تشكيلة جميلة من أهالي قطاع غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية. والحقيقة هي فرصة نسجلها، يعني أهل القطاع في الضفة الغربية هم نخبة، والجميع تضرر والجميع وصل لنتيجة مفادها الحلول الفردية لن تساعدنا وعليه يجب أن نتجمع. فالآن فايتين والآن كما قلت هناك حملة إعلامية بدأت منذ الأمس، وهناك تحركات من أجل التواصل مع كل الجهات المسؤولة. تبقى الجهة الوحيدة اللي يعني هم غير قادرين للوصول للأردن من أجل أن نقوم بذلك، ولكن يمكن للإعلام أن يساهم ويساعدنا.
كي نصل أيضا للمسؤولين في المملكة الأردنية ونحاول أن نوصل صوتنا مرة أخرى. كما قلت أنت الحقيقة هو سقفنا أن يتم التعامل مع الجواز الفلسطيني بشكل موحد يحترم هذا الجواز ولا يفرق بين أبناء هذا الجواز في التعاطي التكتيكي. وإن كان هناك إشكالات نستوعب ما ندفع ثمنها الآن لا ندفع ثمنها نحن. نعم. يعني وفاء أنا بدي أشكرك على هذا الوقت، بدي أشكرك على هذه المعلومات القيمة، على هذه الرؤية. أكيد بجوز أنا بقدر أحكي أنه إحنا مستعدين لمناصرة هذه الحملة، لأنه هذه حملة وطنية كبرى وحملة قومية كبرى على جهاز الله. ولكن يعني أنا بدي أتمنى من الدولة الأردنية أن تنظر بعين مختلفة إلى المعادل. إذا كانت السلطة ليست مهتمة، فعلى الأقل مصلحتنا في الأردن أن تكون الوحدة الفلسطينية وحدة كاملة، ولذلك يجب أن ننفذها بالكامل وأن ندعمها. يعني أعزائي المشاهدين المستمعين، ما بعرف شو بدي أحكي، يعني زهقنا من ملف أبناء غزة، بمعنى من كثر المرار في هذا الملف الذي يحتاج إلى إجراءات. أهل غزة لا يطلبون إلا حقوق مدنية في الأردن، ولا يطلبون إلا مساواتهم بأبناء الضفة الغربية في فلسطين. هذا ليس كثيرا يا أردن، ونأمل أن تتخلص السلطة من عجزها وتتحمل مسؤولياتها. إلى أن ألقاكم يوم الثلاثاء القادم، أستودعكم بالله. شكرا وفاء، شكرا سميرة من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم أعزائي المستمعين.